في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين، فقد نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات. ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تبني رؤى السيد الرئيس نحو الجمهورية الجديدة. احنا اللي جمعنا أجلنا وطننا دايما على بالنا، احنا مستقبل الوطن، حلمنا فكرنا عملنا ونجحنا دي بداية كفاحنا، ولسه في كتير قدامنا، احنا مستقبل الوطن. نشكر سيادة الرئيس على المبادرة بتاعته، والله ينصره، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا للرئيس، شكرا جدا للمبادرة اللي انت عملتها لنا للغلابة، وبيشكروك جدا 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 يا رئيس. ربنا يخليه ويبعد عنه الناس الوحشة، والله العظيم والله العظيم انا بحب السيسي قوي قوي. عظيم السلام اللي بيعيش لنا واللي بيموت لنا واللي بيتعب ويشقى وهم. تحيا رئيسنا، مفيش غير هو اللي رفع مصر، تحيا مصر. ألف شكر لسيادة الرئيس، الرئيس بتاعنا اللي انتخبناه، وابونا واخونا وكل حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا رئيس، تحيا مصر. شكرا يا رئيس على كل اللي بتقدموه للناس الغلابة. متشكرين جدا يا رئيس على الهدية اللي حضرتك اديتها لنا، وربنا يخليك لينا ولمصر. سنة طيب رئيس، وخلي ربنا يخليك لينا، وتحيا مصر. كل طلب هو طيب ويعود على أهل أيام بخير ويعمل على من يعاديه يا رب. ربنا يخلي لنا رئيس، تحيا مصر. كل سنة أنت طيب رئيس، تحيا مصر، تحيا مصر. بارك فيك يا رئيس، ان شاء الله يجعلك سند للدوله والاهل مصر كلهم ان شاء الله. يا خليك لنا يا سيسي، وخليك لمصر والدنيا كلها، وخليك الدنيا كلها ومصر.